شفت يا شيخ صابر؟ شفت؟ أنا كان معايا حق وأنت كنت زعلان مني. ذنبها إيه البنت الغلبانة دي يعملوا فيها كده؟ طب ما أنا كنت قدامهم، أنا مشيت في سكتهم زي ما هم عاوزين. يعني لو كنت عنت ما طعتهمش كانوا هيعملوا فيها إيه أكتر من كده يا شيخ صابر؟ استغفر ربنا يا أمين، وكويس إنك عارف إن هم قاصدين يوصلوك للحالة اللي أنت فيها دلوقتي، وديك قلت إنك طوعتهم وعملوا فيك كده برضه. كان لازمته إيه بقى؟ كان لازمته إيه تمشي في الطريق من الأول؟ أنا كل اللي عايزه إن هم يبعدوا عني، يسيبوني في حالي أنا وبنتي. كانوا سابوا غيرك، بس ما تقلقش، بنتك بأمر الله هترجع زي الفل وأحسن من الأول. الظاهر إن كان لازم أفضل متعاطي وأقول نعم وحاضر، لو كنت عملت كده كان زمان بنتي في خير دلوقتي. استغفر الله العظيم. يا أمير، اللي خلق الداء خلق الدواء. ونعم بالله، يعني انت هتساعدني؟ هتيجي معايا وتساعدني؟ ما انت عارف اللي انا فيه، كرب ابني واللي بشوف. انت فيك سر يا شيخ، انت هتساعدني؟ وعد مني ان هاجي معاك ونطمن على بنتك، بس افوق من اللي انا فيه. وانا من هنا ورايح ايدي في ايدك، مش هسيبك ابدا، هنقف احنا الاتنين في وشهم مع بعض. ربنا يطمنك على بنتك ويبرد نارك ويطمننا كمان. بس تفسيرك لاخر كلام انا وريته لك يا امير مش داخل عقلي. هو ده اللي انا فهمته من الجمله اللي انت وريتها لي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ازاي يعني؟ يعني مش ابني؟ شوف يا شيخ صابر، من البدايه انا كنت عارف ومتاكد انه ابنك، بس انا كان لازم اضلي لك واعمل زي ما قالوا لي، لازم انفذ اللي هم عايزينه. بس أنا جاي دلوقتي أعترف لك وأقول لك إنه ابنك، ابنك يا شيخ صابر. حافظ على الولد، حوط عليه، احميه من شره. بس في حاجة محيراني، الجملة اللي أنت وريتها لي تفسيرها الوحيد إنه مش ابنك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت هتجنني يا أمير، هو ابني ولا مش ابني؟ المهم يا شيخ صابر، حوط على الولد وحافظ عليه واحميه من شرهم، وربنا يستر علينا جميعا. انت هتيجي معايا لبنان تنقذ بنتي تساعدني ولا لا يا شيخ صابر؟ مدد يا رب، مدد يا رب.